السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد مرزوق علي الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتي. تناول اللقاء عمق العلاقات التاريخية بين البلدين. عقبها لقاء مع الشيخ صباح خالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية. استقبل سيادته معالي الشيخ الفريق خالد الجراح الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية. تناول اللقاء تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين في كافة المجالات وسبل مكافحة الإرهاب. كما استقبل سيادته الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وعقدت جلسة مباحثات موسعة ضمت وفدي البلدين. استقبل سمو الأمير صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والوفد المرافق لسيادته بقصر بيان. كما عقدت جلسة مباحثات بين الجانبين. سمو الأمير صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لمطار الكويت ليكون في وداع سيادته عائدا للقاهرة.